ما غلطتي بشي مو هيك؟ ما في أب بالدنيا إلا بيتمنى يكونوا أولاده أحسن منه، بس أنتي دايرة بالشوارع ومن حيط لحيط. بابا خليني أنا قرر لحالي شو بدي أعمل بحياتي إذا بتريد. قرري لحالك لتصفي بالآخر بالشارع؟ نسيتي إنه آخر مرة رحنا جبناكي من المشفى ومي؟ وين الباقي؟ وينهن؟ يا بابا امسكي يا أمي. بابا قلتلك امسكي. بابا لو سمحت. أمي امسكي هدول. عم تتعلمي دروسك بالشوارع وعلى الحيطان وعم ترافقي بارلا كمان. احكي أنا شو قلتلك؟ كم مرة قلتلك هاي البنت لا عاد ترافقية أبدا؟ طيب ماشي بابا، ما عاد حاكيها، بوعدك ما عاد حاكيها وما بقى بعمل هيك شي بابا. أوماي قلتلك إنه الرسم ممنوع، حاجتي الشغل اللي لفوق راسي لسه بدي اشتغل فيكي؟ يلا أوماي. بابا لو سمحت لا تعمل فيني هيك. أوماي يلا. لا تكبه. وين الباقي؟ خلص لا عاد تترجيني، ما في مجال، رسم ما في، ممنوع تصيري رسامة بتلوين الحيطان. أوماي يلا. هاتي من ايدك. بابا بدي اعلمك كيف تسمعي كلامي. بابا بترجاك لا تكبر. خلص أمي. شو عم بيصير؟ شو عم تتعلمي؟ بابا هدول كل حياتي ليش هيك عم تعمل فيني؟ انا ما عم بعمل شيء. أمي لا تحاولي تستغلي مشاعري. بابا تيمور شو عم بيصير؟ انتي لا تتدخلي. دقيقة شو عم بيصير؟ عم لك لا تتدخلي. لحظة شوي، شو في معك بهذا الكيس؟ لقيت الكنز السري ست بهار. بابا بدي يكمل لي كل اغراض الرسم تبعي حاكي امي. تيمور شو عم تعمل؟ هاتون له. تيمور ما فيك تعمل بعدي هيك. تيمور اعطيني الكيس، اعطيني اياه. عم لك بعدي بدي تكبر. ليش بدك تكبر؟ ما بفهم عليك. وطوا صوتكم سمعتوا الجيران. ليك ما احلى؟ انت شو عم تحاول تعمل؟ بدك تبعد الاولاد عنك اكثر؟ عم تسيطر عليهم وتقلل احترامهم وتكبل لهم اغراضهم؟ بهار انت السبب، بعدي احسن ما اعصب عليك. عصب تيمور عصب، مفكرني خايفه منك؟ شفتي خليتيهم يتقاتلوا. بهار انا ما عم بفهم، ليش بتخبوا كل شيء عني بهالبيت؟ يعني انا اب ولا رجل كرسي هون؟ لك شو انا، فهموني مين انا؟ ليش منخبي عنك؟ لانه ما بيعجبك شيء وبتعيط فورا، بتهيننا بتعيط، بتمنعنا عن اللي منحبه. عرفت ليش ما حدا بيحكي لك شيء؟ والله بما انه بدك تصيري بيكاسو فما في مشكله، خلص ما عاد في دروس خاصة ولا مع حد. إيه انتهينا. انا حتى عرفت شو مشكلته. مشكلته انه هو عم يدفع مصاري. ماشي تيمور، طلعه من المعهد وقطع له دروس الخصوصية، عاقبنا بمصاري.